الراديو 90-90 هواها مصر. أخبارنا وصلت للعالمية، وجريدة شهيرة بريطانية نشرت خبر عن عريس مصري طلق مراته بعد ما خلصوا الفرح على طول. الموضوع انهم بعد ما ركبوا العربية اللي المفروض هتطلع بيهم على المطار علشان يسافروا لشهر العسل، العروسة كانت عايزة تنزل من العربية، أنا عايزة أسلم على ماما، ولكن العريس رفض إنها تنزل وتخنق في العربية، أنا هنزل يعني هنزل، بقولك إيه مش هتنزلي، وعم العروسة اتدخل والعريس نزل من العربية واسم الله بقى عليه ومش عارف ايه بقى وهطلق ومش هطلق، وقامت خناقة كبيرة بقى بين عيلة العريس وعيلة العروسة، وروحي وانتي خلع خلع، وهم خارجين من قاعة الفرح ده كله ليه؟ عشان عايزة تنزل تسلم على ماما. يا اختي ما هي معاك يا اربعة، انتي متجوزة عندك كام سنة؟ ما هي معاك طول عمرك، ايه يعني مش كنت رايحة تقضي الهانيمونز؟ خليكي بقى، خليك قاعده جنب الحاج بقى، خليك. طفل استرالي عنده 12 سنه اتخانق مع والده بقى ووالدته في البيت علشان لغوا الاجازه الصيفيه اللي كانوا مخططين ليها. عادي يعني، ياما اهالينا وعدونا يوم الخميس الجاي، مين فيكم بيحصل ده معاه مع بابا وماما، يوم الخميس الجاي هنخرج وخلاص ونبتدي نحضر بقى ونجهز بقى المايوهات بقى والحاجات ومش عارف، ويجي الخميس هو انا وعدت يا اولاد ما حصلش. المهم يعني كانت الاجازه المتفق عليها ان هم هيروحوا اندونيسيا في احدى جزيره بالي تحديدا، الوالد يعني خلاص لغى الحكايه والام، فالولد اتقمص الحقيقه، يعمل ايه؟ قام ضرب الكريدت كارد بتاع مامته من غير ما تحس وحجز تذكره طيران واقامه في احد الفنادق هناك، وتاني يوم خرج من البيت على انه رايح المدرسه وركب الطياره في الميعاد اللي حجزه وسافر، والاهل اكتشفوا اختفائه لما المدرسه بلغتهم ان الولد ما جاش النهارده، وبعد بحث طويل طلع نازل في احد الفنادق هناك وبيستخدم الكريدت كارد الخاص بالست الحاجه، وبعد كده اكتشفوا كمان انه حاجز اوضتين الحقيقه، يعني الواد كريم في نفسيته يا جماعه، وفهم المسؤولين في الفندق انه هو انا جاي وبابا جاي بعدي على طول ونازل الفندق. بيفكركوا بايه السيناريو ده حصل بالظبط في فيلم شهير جدا عايز اعرف بقى عارفينه ولا مو عارفينه.